تطوى حقبة هنا عند صورة لآخر عسكري أمريكي يغادر مطار كابول، صورة بمنظار رؤية ليلية، العسكري منه تكلفته عالية، فكم بات مثيله بحوزة حركة طالبان. في هذا الشريط الدعائي تظهر التجهيزات الأمريكية في تدريبات بدري 313، القوات الخاصة التي أنشأتها الحركة. يا الحمد لله، صوت الحمد هنا والصورة كذلك لطالبان. هنا واحدة من مروحيات مي 35 الروسية، قيل إن لدى الحركة الآن نحو 100 مروحية من طراز مي. بحديث التقارير الأمريكية منها، فإن طالبان حصلت على 2000 عجلة أمريكية مصفحة، 40 طائرة عسكرية بينها مروحيات بلاك هوك، وعديد الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش الأفغاني بنحو 60,000 قطعة سلاح بينها بنادق M16. خزين هائل تكلفته أكثر من 80 مليار دولار بحديث الإحصائيات. فالولايات المتحدة أمضت نحو عقدين في تسليح الجيش الأفغاني وتدريبه، لكن الإدارة الأمريكية عاجزة عن تحديد كمية الأسلحة هناك. مخاوفهم الحقيقية أن تجد تقنيتهم العسكرية طريقها إلى الروس والصينيين، وهنا خيارات للتعامل مع ذلك، بينها ضربات جوية لتدمير المعدات الكبيرة. هي مخاوف إذن إزاء أمر بات مثار شماتة السلف. عرفت الحركة بملابس فضفاضة وأسلحة خفيفة، لكن طالبان اليوم مختلفة، يقول أصحاب التحليل السياسي. فمنذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي تميزت الحركة باحتراف ملحوظ، فالحرب التي يشنونها لم تعد كذلك التي شنها آبائهم ضد السوفيت، هكذا يقولون، بل هكذا تريد الحركة الظهور وهي في سدة الحكم.